فضيلة الشيخ وفقكم الله، من شك بأنه أنقص شوطا من الطواف بعد أن شرع بالسعي فماذا يلزمه؟ الشك إذا جاء بعد العبادة لا يؤثر عليها، أما إذا شك وهو في العبادة فإنه يبني على اليقين، هذه قاعدة. نعم. واللتان يبتلون الناس، يجيهم الشيطان ويوسوس لهم يبتلونهم يرددون، إذا انتهت العبادة ما ينظر إلى الشك بعدها. نعم.